قبل بس ما اكمل تليفونات، جالي هدية دلوقتي من محمد البنا ومنى ثروت وجيان فتحي وروان ولكاتري. يعني بصوا، الى افضل اعلامية في مصر والوطن العربي. طبعا انا مش عايزة ابقى افضل اعلامية، انا عايزة ابقى انسانة كويسة وخلاص، ولكن انا مبسوطة قوي 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 انك تروح وتعمل لي الدرع ده وتيجي تديهوني في مدينة الانتاج الاعلامي ويبقى عندي التراس بجد. مش عارفة اهي كده صح. مرسي قوي 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 ومتشكرة قوي قوي قوي. وفكرة ان يجيلك هدايا وكلام حب وكده من ناس متعرفهاش، دي حاجة جميلة قوي. يعني حاجة، بصوا 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 العلبة حلوة ازاي. اكيد انا محظوظة جدا 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 ان انا عندي الجمهور الانيق ده بجد. مرسي، ربنا يخليكم.